أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم 14 فبراير للعام 2023، وفي جولتنا لهذا اليوم مليونية 14 فبراير تحت شعار جرائم ضد الإنسانية التي تنظمها لجان المقاومة، وأيضا استطلاع وسط المشاركين في ورشة قضايا الشرق في يومها الثالث، بجانب نتائج الاستبيان الذي أجراه راديو دبنجا حول قضايا شرق السودان، حول قضايا شرق السودان المنعقدة حاليا. وأيضا دكتور الفاتح عثمان المحلل السياسي يعلق على زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات وزيارة نائبه محمد حمدان حميتي إلى غينيا بيساو. وأيضا الخبير العسكري عمر أرباب يعلق على قرارات البرهان التي تم بموجبها تعديل في هيئة إدارة الشرطة. ونختم جولة السودان اليوم مع الأستاذ المحامي والقيادي بالحرية والتغيير وجد صالح، يتحدث عن الإعلان السياسي المطروح على الساحة السياسية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا الموافق 14 فبراير 2023. استمرار مؤتمر شرق السودان لليوم الثالث ونقاشات ساخنة حول مسار الشرق والمنبر التفاوضي المنفصل وتوقعات بالخروج بنتائج إيجابية. ويدي صالح الاتفاق السياسي المرتقب بشرع للإنقلاب ويؤسس لحكم الفرد. ويدي صالح الأزمة الراهنة سببها الإنقلاب العسكري وليس خلافات المدنيين، والحل يكمن في إسقاط الإنقلاب. نجاة محامي وإصابة سائق عربة في إطلاق نار من قبل مسلحين في نيرتتي بولاية وسط دارفور. إصابة فتاة في إطلاق نار بواسطة مسلحين يستقلون عربة إسعاف في الفاشر، ومواطنون يتمكنون من القبض على الجناة. إصابة 3 نازحين أثر تعرضهم لاعتداء بواسطة مسلحين بالقرب من معسكر مكير بولاية وسط دارفور. مقتل مواطن وإصابة 9 على الأقل في نشوب نزاع ذو طابع قبلي بمنطقة كسيبة على الشريط الحدودي مع أثيوبيا بمحلية باسوندا التابعة لولاية القضارف. وفاة امرأة حامل محتجزة لدى الميليشيات منذ أكثر من 6 أشهر بالقرب من معسكر زمزم في ولاية شمال دارفور، وهيئة محامي دارفور تعتزم تشكيل هيئة اتهام بالتشاور مع الأسرة. محلل اقتصادي يصف قرار بنك السودان بفك حظر تمويل العربات والعقارات بالخاطئ وغير المدروس. مواطنون يقلقون طريق بور السودان كسلة في منطقة، احتجاجا على عدم التزام إزالة خلاطات تعدين تستخدم الزئبق والسيانيد. ضابط معاشي: قرارات إحالات ضباط الشرطة والجيش للمعاش تهدف لحصر السلطات في القائد العام وتهدف للتحكم في الشرطة. البرهان يصل الإمارات في زيارة رسمية، ومحللون سياسيون يؤكدون أهمية الزيارة للدفع بالاتفاق الإطاري، ويتوقعون بحث العلاقات مع إسرائيل والاستثمار في الموانئ. البرهان يلتقي مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي ويشيد بجهود البرنامج في السودان. اتفاق بين السودان وغينيا بيساو على دعم الاتفاق الإطاري وتشكيل لجنة للتشاور السياسي ولجنة فنية لبحث الشراكات التجارية. محلل سياسي: زيارة حميتي إلى غينيا بيساو ترتبط بعلاقات واستثمارات حميتي بدول أفريقيا القربية. الأمم المتحدة تبدأ عمليات حصر واسعة للمقاتلين الأجانب في ليبيا، أغلبهم سودانيين وجنسيات أخرى، تمهيدا لإخراجهم من ليبيا خلال الأشهر المقبلة. الهيئة القومية لحماية المدنيين في السودان تؤكد أن انقلاب 25 أكتوبر ارتكب الكثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين. تجمع شباب حقول البترول في غرب كردفان يحذرون من خلط الزيت الزنباري القاتل المستخدم في تشغيل محولات آبار النفط بزيت الطعام وبيعه للمواطنين. اليونتامس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشاركان المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني بجريدة في ورشة حول حقوق الإنسان وحماية المدنيين والمبادئ الإنسانية.
عبد الرحيم محمد حسين ينفي بشدة صلته بالانقلاب تخطيطا وتنفيذا، ويؤكد أنه سمع بالانقلاب صبيحة اليوم الثاني عندما أفادت المعلومات أن القوات المسلحة استلمت السلطة. مواكب 14 فبراير تنطلق إلى البرلمان للمطالبة بإسقاط الانقلاب. إلى اللقاء. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم التي تأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا، والبداية بمليونية 14 نوفمبر التي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار جرائم ضد الإنسانية. الآن ننتقل إلى مراسلنا في مدينة أم درمان الذي استطلع عدد من الثوار. مرحبا مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا من سوق أم درمان. التحية لكل المستمعين. مليونية 14 فبراير مليونية جرائم ضد الإنسانية، حيث رفعت الثوار صور تعبر عن الجرائم والانتهاكات في حق الشارع السوداني، أيضا هتافات تنادي بالحرية والعدالة. ميكروفون راديو وتلفزيون دبنجة حاضر، وإليكم إفادات من قلب الحدث. أحيي كل جماهير الشعب السوداني، وبنقول لهم ان احنا لن نلين، لن نركع، لن نستسلم. احنا اصحاب حق. الثوره عندها اهدافها. لما انطلعت عندنا شعارات محدده، وعندنا لاءات ثلاثه: لا للشراكه، لا للشرعيه، لا للتفاوض. احنا متمسكين بشرعياتنا دي واهدافنا، ودم اولادنا ما حيروح هدر. يا ننجز الثوره، يا ننجز الثوره، يا نحقق حلمنا، يا نحقق حلمنا. ما عندنا قدام، لا قتل بيمنعنا، لا ضرب بيمنعنا، لا نهب بيمنعنا، لا احتغال، لا اغتصاب، كلها ما بتكسرنا، ما بتكسرنا على الاطلاق. الشعب السوداني المرك في الشارع ده من الصعب جدا جدا تاني تراجع، ما بتراجع. ثوره ثوره الشعب، والسلطه سلطه الشعب، والعسكر الاستقانات والجنجويد يتحل. طالعين الليله خالصين لحب الوطن، وفاء للشهداء، طالعين ضد التسويه، ضد الامنيه، ضد القطايف، ضد طالعين ان شاء الله بنوصل رسالتنا. والموكب موكب 14 فبراير نجح، وبنقول لكم الثوره ثوره الشعب، والسلطه سلطه الشعب، والعسكر للسكنات، والجنجويد يتحل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونواصل معكم جولة السودان اليوم من راديو وتلفزيون دبنجا. وتواصل ورشة قضايا الشرق أعمالها في اليوم الثالث باستكمال الأوراق المقدمة خلال جلستين، حيث ناقشت الورقة الأولى المهددات الأمنية وقضايا الحدود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في شرق السودان، فيما ناقشت الورقة الثانية دور المجتمع الدولي في تنمية الشرق. وبعدها ينتقل المشاركون إلى مجموعات العمل التي قسمت إلى 6 مجموعات. ولكن برنامج جولة السودان استبق هذه الورشة باستبيان لمتابعي راديو دبنجا في السوشيال ميديا، وطرحنا لهم سؤال في ظل انعقاد هذه الورشة التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وسط رفض من بعض القوى الفاعلة. ما هو الحل الأمثل لقضية شرق السودان في رأيك؟ 65% أجابوا لابد أن يكون هنالك منبر تفاوضي منفصل وإلغاء مسار الشرق، و 18% أجاب بالإبقاء على مسار الشرق وعقد المؤتمر التكميلي، بينما 13% أجاب الإبقاء على مسار الشرق وإقامة منبر آخر للرافضين، و 4% أجابوا بأنهم لم يكون لهم رأياً. والآن ننتقل إلى هذه الورشة في يومها الثالث، ونتابع هذه الاستطلاعات التي أجريناها عقب هذا البيان. وحاج طلاب البحر الأحمر، الورشة الآن لحد الآن قدمت الأوراق المجدولة حسب الجدول، بعد النقاشات تمت، لكن التوصيات متعلقة بمجموعة العمل اللي حتتقسم حسب وفقا للأوراق من الليلة وبكرة. الليلة حتكون في مجموعة عمل شغالة، حتواصل بكرة نفس مجموعة العمل حسب الأوراق. بكرة نهاية اليوم حترفع المجموعات توصيات. طيب أبرز القضايا تم مناقشتها شنو؟ أبرز الأوراق هي بدأت بحماية التراث، وقضايا التنمية، وقضايا المرأة، ونظام الحكم،
والإدارة المحلية إلى غطر السلم الاجتماعي. الليلة كان دور المجتمع الدولي والمحددات الأمنية. نغش الأوراق كويس، الناس بتتحدث عن مشاكل بتاع التنسيق الانطباع العام، الناس تتكلم عن مشاكل التنسيق والمستحدثين. الانطباع العام للأوراق كويس والنغاش فيها ما شاء الله يعني بروح ساخنة. الآن في انتظار مجموعة العمل والتقسيم عشان تطلع التوصيات، دي آراء أولية لضيق المساحة، ما تفوت 10-15 نفر في كل ورقة بيلقوا فرص يعني. ما في أطراف مقاطعين للورشة، هل ده أثر على الورشة؟ ما الأطراف المقاطعة أثرت على الورشة، لكن إذا في تأثير هو تأثير تنسيقي، تنسيقي للناس المفروض يجوا والما جوا والما لقوا فرصة، والناس الطريقة تمت بها الدعوات وكده والتنسيق، ما شايف تأثير للأطراف المقاطعة يعني. زي أصله أوريدي معروفين يعني. عبد الله إبراهيم هاشم، والله الورشة كويسة وفي حوار حقيقي، طبعا برضو في إشكال في التنسيق، الناس المفروض الناس يشاركوا فاعلين حقيقيين تقدر أسمعهم وكذا، لكن نتوقع إنه هتكون في مخرجات كويسة. مثل الإشكال إنه في تنسيق في ناس وصلوا المطار بعد الطيارة ما حمل لهم معالجات، هم ناس فاعلين حقيقيين وهم كان حيشاركوا ويكونوا إضافة حقيقية للورشة. طيب أبرز الاتجاهات في النقاش يعني القضايا اللي أخذت مساحة واسعة من النقاش شنو؟ واحدة من القضايا الأساسية هو مسار شرق السودان، فيه تباين حاد في الاتجاهات، لكن شنو في تقاربات احتمال نتوقع أنه يحصل اختراق للمسألة دي، ما بين أنه الناس دايرين محتاجين لمسار لمنبر تفاوضي لمناقشة قضايا شرق السودان لا يستثنى فيها أحد، بقواه الحية والاجتماعية والثقافية ومنظمة المجتمع المدني كلها. مسألة الكلام ده ما يتحسن، لكن الحوار ماشي في المسألة دي. ما دار السبق انه شنو المسألة عاملة كيف، لكن الماشي انه المسألة دي احتمال يحصل وكده. سمر سليمان عباس، صحفية من كسلة. الورشة يمكن بشكل عام وشكل مختصر جدا، اللي هي ورشة يمكن من خلال الورشة نقدر نقدم أو نعالج كل قضايانا، اللي هي على أمل إنه نحن يعني حنعبر بشرق السودان أو السودان عموما لبر الأمان، إنه نعالج قضايانا في المرأة من نواحي تعليمية، من صحة، من تعليم، لمرأة، لكل القضايا المهمة هي بتهم شرق السودان. وفي البداية ممكن نحن نقول القضية الأساسية والمهمة اللي هي قضية التعايش السلمي. نعم. طيب بخصوص يمكن كان في ورقة عن قضايا المرأة، إلى أي مدى كانت التوصيات مرضية بالنسبة للناس؟ وهي يمكن التوصيات كانت مرضية، لأنه أساساً يعني كل ما قدمت أو كل ما المشاركين إنه ذكري كل القضايا، لأنها هي كانت يعني ده من واقع المعاش للمرأة في شكل شرق السودان، اللي هي من حقوقها، من كل حقوقها اللي هي يمكن تكون فقدتها في الفترة الفاتت. من خلال الورشة يمكن طلعنا إنه يعني ننهي بننهي من مسألة أولا، لأنه لو ما كان التعليم يعني من الحياة المهمة لما تنهض المرأة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. وفي شأن آخر، بدأ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى دولة الإمارات المتحدة برفقة وفد رفيع المستوى، بينما وصل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو إلى غينيا بيساو في زيارة رسمية تستغرق يومين. حول زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميتي جولة السودان، التغت المحلل السياسي دكتور الفاتح عثمان للتعليق على زيارتي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات ونائبه محمد حمدان حميتي إلى غينيا بيساو. مرحبا بك. بالنسبة لزيارة الفريق البرهان للإمارات، هي تقع في إطار يعني أهمية دولة الإمارات بالنسبة للعملية السياسية الجارية الآن، وارتباط أيضا الإمارات بملف التطبيع. الإمارات يعني مرتبطة مع السودان في هاتين النقطتين، يعني نقطة التطبيع ونقطة رعاية العملية الجارية السياسية الجارية، وهي يعني أيضا لها يعني
استثمارات في السودان تريد أن تتم من ضمنها الميناء ومن ضمنها المشروع الزراعي وما إلى ذلك. بالتالي زيارة البرهان للإمارات يعني زيارة مهمة بالنسبة للعملية السياسية الجارية، باعتبار أنه يعني هي إحدى الدول الراعية، وهي أيضا ربما والغالب في إحدى التسريبات إنها إحدى الدول الممولة لمرحلة ما بعد تكوين الحكومة الانتقالية الجديد. أما بالنسبة لزيارة الفريق يعني أو الحميتي لغينيا بيساو، فدي بترتبط بشكل جوهري يعني علاقات حميتي في دول إفريقيا الغربية ودول الجوار الغربي للسودان. المعلوم أن الفريق يعني أول البرهان يعني لديه علاقات واستثمارات في تلك المناطق، وزيارته خاصة أنه جزء من الجهات التي ينتمي إليها عرقيا لها امتدادات واسعة في تلك المناطق، ولذلك الفريق أول حميتي يعني لديه ثقل سياسي كبير في تلك المناطق، وهذا أحد أسباب كونه كان ضيف الشرف في تنصيب رئيس النيجر، وهو له يعني له نفوذ في أفريقيا الوسطى، له نفوذ في تشاد، وزيارته لغينيا بيساو تأتي في إطار يعني اهتماماته ونفوذه في منطقة غرب أفريقيا أكثر من إنها كونها زيارة دولة، بالرغم من إنه يعني الآن يعني ذهب معه وفد وزاري، إلا أن الزيارة لا تخلو من يعني الطابع الذي يتعلق بالثقل السياسي للنائب الأول. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم التي تأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا، وفي هذه المساحة نستضيف الخبير العسكري عمر أرباب يعلق على قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بترقية وإحالة عدد من الضباط للتقاعد، وهذه القرارات تم بموجبها تعديل طفيف في هيئة إدارة الشرطة. مرحبا بك. بالنسبة لمسألة القرارات الأخيرة للبرهان، طبعا القرارات دي لا يمكن يعني قراءتها بمعزل من المشهد السياسي ككل، وسواء كانت على مستوى الجيش او على مستوى الشرطة. المتأمل للقرارات دي في على مستوى المؤسسة العسكرية الجيش بنجي نلقى ان القرارات دي بتسعى الى تكريس السلطة في يد القائد العام بصورة واضحة، وكل الملفات المهمة بتكون بيد القائد العام بشخصه، ولا حتى رئيس الأركان ما عنده مهام. أما وزير الدفاع، رئيس الأركان مهام محدودة، أما وزير الدفاع ده ف يعني مهامه أقرب لمهام أعضاء المجلس السيادي الذين تم تعيينهم بعد الانقلاب، هيكون قاعد يعني مجرد صورة. الغرض من المسألة دي إنه وزير الدفاع اللي بيكون تابع للحكومة المدنية بيكون قاعد ما بيقدر يعمل أي حاجة، تكون كل القضايا المهمة بما فيها القضايا السياسية، القضايا العسكرية، القضايا الاقتصادية، كل هذه المؤسسات في يد القائد العام. بالنسبة للشرطة، التعديلات التامة دي تعديلات أشخاص، بما يعني إنه دي الشخصيات التي يثق فيها البرهان ومدير الشرطة في إنهم يعني يتحكموا في الشرطة في المرحلة الجاية. وطبعا أنا بعتقد إن دي واحدة من أسباب يعني الضعف الاتفاق الإطاري نفسه، واحدة من أسباب ضعف القوى السياسية.
نختم جولة السودان اليوم مع القيادي في الحرية والتغيير الأستاذ المحامي وجد صالح، وسألناه إلى أي مدى يمكن الإعلان السياسي الجديد المطروح الآن على الساحة السياسية أن يقدم جديد ومختلف، وإلى أي مدى يسهم في حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. مرحبا بك أستاذ. الاتفاق الإطاري ده هو اتفاق عام، وهنالك بعض التفاصيل متفق عليها ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقيادة الانقلاب. وهذه الخطوة هنا إنه الاتفاق الإطاري أتى كعناوين لما تم الاتفاق عليه بخصوص التفاصيل. هذه التفاصيل تم التوافق حولها في وثيقتين، مسألة تتعلق بالاتفاق السياسي، وأيضا مسألة أخرى تتعلق بالجانب الدستوري اللي هو إنزال ما تم الاتفاق عليه سياسيا في إطار دستوري. الذي يتم الآن الإعلان السياسي هو إعلان حيكون لما تم الاتفاق عليه في التفاصيل. كنت أؤكد دائما بأن قيادة الانقلاب لن توقع على اتفاق إطاري ما لم تتفق على التفاصيل ويتم النص عليها بالدستور. ومشروع الدستور الانتقالي أصلا مشروع مطروح ومعروف ما تم النص عليه. الخطوات الماشية دي هي تشرع للانقلاب ولا تنهي هذا الانقلاب، وتؤسس لسلطة ستقود في النهاية إلى حكم الفرد. ده الشيء الماشي حقيقة. كل من يتوقع غير ذلك هذه رغبات يعني لا يسندها شيء مما هو مطروح. نعم يا أستاذ، لو ملاحظ في الإطار ده ذاته في إشارات متكررة أنه صبر المجتمع الدولي كاد أن ينفس، وأنه هناك سقف زمني محدد لمساعدة السودان وإعفاء الديون و أنه لابد من الوصول لاتفاق سياسي في زمن محدد حتى أن السودان ينال مساعدات دولية. أول حاجة أنه كاد أن ينفذ اللغة دي ذات اللغة التهديدية أن ينفذ صبر المجتمع الدولي. هذه اللغة التهديدية لماذا لا توجه لقيادة الانقلاب؟ يعني حتى المجتمع الدولي يحاول أن يصور الآن النزاع والأزمة في البلاد بأنها أزمة ما بين المدنيين والمدنيين، وهذه غير حقيقية. الأزمة حقيقة هي سببها الانقلاب، وحل هذه الأزمة السودانية سواء كانت أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو أمنية كلها بمعالجة السبب الأساسي في هذه الأزمة هو الانقلاب، وبالتالي يجب أن يذهب هذا الانقلاب. هذه هي النقطة الأساسية. لماذا يمارس الضغط على القوى السياسية وقوى الثورة بدلا من أن يمارس في مواجهة الانقلابيين الذين انقلبوا على السلطة؟ كيف يمارس الضغط على المدنيين وإن كانوا الباين أنهم غاياتهم أنه يصلوا لاتفاق مع المكون العسكري، حتى يلاحظ أنه هناك خلاف بين المكونات المدنية حول من الذي يكسب ود المكون العسكري أولا؟ وبالتالي أنت أشرت لنقطة مهمة جدا جدا، وبالتالي مسألة التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي تنظيمات منفردة ودون كتل، ده حيشكل تحالفات جديدة داخل هذه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي ستوقع على الإعلان السياسي. وكل القوى التي وقعت وستوقع هي ذات مصالح متعارضة ومتباينة، وبالتالي يمكن أن تتشكل تحالفات جديدة في ظل الوضع القادم يعني. وهذه التحالفات بالطبع هذه التحالفات فيها شيء كثير لا علاقة له بالثورة، وهنالك قوة أصلا ليست لديها أي علاقة بهذه الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة، بل هنالك من كان جزءا من النظام الذي أسقطته هذه الثورة العظيمة، وهنالك من يصرح صراحة بأنه يعادي هذه الثورة، وأن هذه يعني أحد الذين وصفوا هذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة بأبشع العبارات استبان الثورة وبعد سقوط النظام، وكان مشاركا للنظام وكان موجود من ضمن المجموعات الموجودة في القاهرة التي تسمي نفسها الحوار السوداني السوداني، هم يحاورون أنفسهم. هذه هي المجموعة التي استدعت الانقلاب، وهذه هي المجموعة التي أعلنت بأنها مع أن يظل قائد الانقلاب قائدا للسلطة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية، وهي التي استدعت الانقلاب وشاركت في التخطيط له والتنفيذ له، ولا زالت تشارك في ضمن مؤسسات الانقلاب. فهذه واجهات للانقلاب، وهذه هي القوة التي سيتم إغراق ما يسمى بالعملية السياسية بها، ويفرغ أي عمل سياسي في هذه المرحلة من مضمونه ومضامينه الثورية، يجعل ده امتداد لانقلاب يعني. الملاحظ أنه المجلس المركزي للحرية والتغيير دائما ما يردد هذا الحديث بأنه الكتلة الأخرى هي عبارة عن مجموعة من الذين كانوا ضمن نظام المؤتمر الوطني حتى سقوطه،
هم بيقولوا إنه حركة تحرير السودان قيادة مني وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل وجعفر المرغني لهم الحق على التوقيع. جعفر المرغني ألم يكن جزء من النظام حتى سقوطه؟ جعفر المرغني جزء من النظام حتى سقوطه، وأيضا هو نفس الحزب في مجموعة وقعت مع الاتفاق الإطاري ومجموعة بقيادة جعفر المرغني ناهضت، والآن ستوقع وبالتالي سيوقع الحزب باسمين، يعني حتى الحزب الذي ظل مع النظام حتى سقوطه، وبالتالي عنده برضو لافتتين داخل هذا الاتفاق يعني العام. والمسألة الثانية والأغرب إنه انفتحت يعني مسألة وما حذرنا إنه لقدام ستغرق العملية السياسية تحت دعوة، الآن يتحدثوا عن بعض القوى التي وقعت على اتفاق سلام مع النظام السابق، يعني سواء كانت في الشرق أو سواء كانت في دارفور أو غيره، وبالتالي أيضا في قوة جديدة برضو حتنضم وهي من ضمن القوى التي كانت موجودة مع النظام الذي أوقفته هذه الثورة. عشان كده نقول الإغراق هو إفراغ القوة الثورية أو إفراغ هذا الحراك الثوري من محتواه وتغييره في النهاية ل صالح الانقلابيين والقوى المتحالفة مع الانقلابيين، والمسألة دي حتقود في النهاية إلى حكم الفرد وتسلط على الشعب السوداني. والناس كده تسأل نفسها بس يعني لغاية العام لقوات المسلحة الذي قام بانقلابين من قبل وهذا الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر هو يعني يمكن الناس يفتكروا إنه والله حتكون هناك سلطة مدنية أو حكومة مدنية، من الذي سيعين السلطة القادمة يعني أو رأس السلطة القادمة إذا افترضنا إنه الرئيس يعني ولأنهم هم قالوا ما في مجلس سيادة، طيب خلاص عين الرئيس قائد الانقلاب عين رأس الدولة، عشان رأس الدولة ده هو اللي بعد ذاك يشرف على إكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية من تشكيل حكومة وغيره، طيب هو اللي حيعينه وحيرجع يشتغل تحت قائد عام القوات المسلحة، يعني من يعين الرئيس يشتغل تحت الرئيس يعني دي حاجة ذات غريبة يعني. وغير كده برضو إنه السلطات الممنوحة للقائد العام بموجب المادة اتفاق الدستوري الذي لم يعلن عنه حتى الآن هو متفق حوله ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أو القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي بأن قائد الانقلاب سيظل قائدا عاما للقوات المسلحة ولن يخضع لا لرأس الدولة ولا لرئيس الوزراء، طيب دي حكومة دي ويا سلطة يعني. فأنا أفتكر أنه كل الماشي ده سيعزز وجود الانقلابيين في السلطة، وأنا أفتكر أنه هم بهذه الخطوة شكلوا مخرجا للانقلابيين وفقوا عنهم فوق العزلة وفقوا عنهم يعني العزلة الداخلية إلى حد ما والعزلة الدولية، وده موقف تكتيكي من قيادة الانقلاب، الغرض ما هو الانفتاح على المجتمع الخارجي ثم تلقي المعونات وإعفاء الديون وغيرها من المسائل ثم بعد ذلك يواصلوا في السلطة يعني كل السلوكيات أكيد. وبعدين الكلام ده ما بقوله أنا، حتى قائد الانقلاب قال لن تخضع القوات المسلحة لأي سلطة سياسية، يعني ما في العالم جيش ما بيخضع للسلطة السياسية أيا كانت وفي أي ظرف من الظروف، القوات المسلحة في أي دولة تخضع للسلطة السياسية، فهو قال لن يخضع للسلطة السياسية المدنية ولن يخضع للمدنيين وبعد ذاك استدرك وقال يعني قد تخضع القوات المسلحة للسلطة السياسية والمدنية لكن حينما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. من الذي يحدد الظروف المناسبة؟ هذه ثورة، هذه ثورة إما أن تصل إلى أهدافها وإما أن نواصل الثوار والمؤمنين بهذه الثورة والمؤمنين بأهمية التغيير في السير. نحن في كلامنا ده وتحليلنا ده نقول للرفاقنا اللي يقدروا تقديرات سياسية بأنه هذه العملية يمكن أن تقود إلى تحول ديمقراطي، بنقول لهم والله هذه تقديرات يعني في تقديرنا إنها هي تقديرات خاطئة ستعزز الانقلاب ستشرعن الانقلاب، لا نخونكم في ذلك ولكن نقول هذا طريق سيطيل من عمر الانقلاب وسيؤخر عجلة الثورة وبالتالي يرمي بظلاله على الحراك الثوري يعني. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنغا، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.